يلا. صباحكو فل يا روح قلبي، يا شمس جت نورت البيت، صبرنا ياما قلوبنا ياما، اتمنت اللحظة دي اكيد وتنور بيتنا الجميل. 3 سنين عدوا علينا وكأنهم 35، بس لما جيت وقتي معاكو بيجري كده مش عارفة منين، اليوم خلاص ما بقاش طويل. شوف ازاي حاجة بسيطة تفرق ازاي، حاجة غريبة بتحصل ليا لما بشوفكم يا اغلى ما عندي. فريدة باين في عينيكي انك هتبقي جريئة كتير، والدنيا دي مش فارقة هي بكل مشاكلها معاكي، هتكسري كل القيود. اما انت يا سي يوسف عارفاك هتبقى طيب زي باباك، بس الشقاوة اللي في عيونك اكيد هتتعبني وياك، عدي بقى كل الحدود. شوف ازاي ضحكة جميلة تفرق ازاي، حاجة غريبة تحصل ليا لما بشوفكم يا اغلى ما عندي. حبيبتي حبيبة قلبي وجمالها يسحر كل الناس، طلع لي طبعا يا رب دايما تخلي قلبها زي المال، وتزيد دلع وتزيد دلال. اما انت يا سيد الرجالة يا صاحبي مش بس ابو العيال، تعبنا ياما بس توعدنا مع بعض مهما يضيق الحال، العمر ليك يا ابن الحلال. شوفوا ازاي